يعني ما تخلي فيها زين على خشم. على هالشيء والله على خشم يعني في العاب هذا سوفت وير. ولكن يا بوري انا طالب طلبه. لا انت بتشحم على وجهي على وجهي. انك تسامح الله يسامحك اي شيء حصل بيني وبينك. الله يسامحكم انا جميل. طالب طلبه تسامح. ارتاح 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 ارتاح. تبوا للطاسه. الله يسامحكم جميع. الله يسامحكم جميع ظاهر الدنيا وباطنها. كيف هذا الكلام؟ انا اكليت وشربت معاكم انتم من روحي ذا الحين. ما قد نادر ولا بنقبعها معك صح ذا الحين؟ والله نشين الليل. والله نشين الليل لما فيها قنبة ما عاد فيها استمعات. الله يجعل يداك. ما قد نادر بيني وبينه ما يلزم. دايم هو يدفني الرجال. ودينا لقتن ترك مشبب. اول ما جيت قابلته كنت ذيك الايام مسوي عمليه خايف منه. اي اعطيته لا لا والله مسعك زي العسل. يعني ذاك ما اللي خاش هناك وقف ولد ابو صالح يا من اللي ماسك نقل العلوم مساعد محمد صالح اليافسي ترى معنا في الشركه. موقعين وين؟ موقعين هنا ترى. نعم موقعين هنا وعليها شهود. متعب ثايب ونعمل لحيه. هدران ترى اللي ضربها. الله يسامح والله ان ربي يسلمني ابو عمر الوعد ان شاء الله في الكشت اللي قلتها كمويه ريديتر اني في وجه ابوك هبنا حول الشارع تمام ما هو لازم يجي شبكي كمويه ريديتر في جيبه اي انا فاضي سلطان الصباح والله والذي الله الناس يحسبون بيني وبينه شيء عشان يخصم عليه في المطبخ والله انا اضحك يا رجال والله انا انبسطت عليه قبل والامور طيبه انا انبسطت عليه قبل وانا عارف ايش سبب الوصله هي هي بزعل لا والله مو هو بزعل هو فجاه تقول له قطع فجاه قد يحرك الصحن انا قلت تقطع هو شوف هو يستبق الحدث بيض الله وجهه ابو حصي الله يسبعنا دكتورنا ان شاء الله اللي في المستقبل وقد صار بيني وبينه دراسه جدوى احنا راقدين ما اكتملت لكن ابشر بالسعي اكملها باذن الله وان شاء الله نستفتح المستوصف حقك باذن الله الشاعر الجزل ولا فضله على من عندي فيصل بن نياف الله انكم كلكم كم من كاسب الريدي الشاعر الثاني صقر ابن سعيد شاعر الفذ والله ان كلكم من مكاسب القناه حسين بن لعبان الحنجره الالماسيه اللي تطربنا والله ان كلكم فيكم الخير والبركه والله يبارك فيكم الله يرزقكم رزقا حلال ان شاء الله يفتح لكم ابواب الرزق الله الارض وفي السماء سم سم بالله بسم الله الكلام هذه كلام دبل شوت دبل شوت ولا سنجل لو انت قبل شيء اه يا طيب حصان كيف صك هذا الشيء لك خلونا نمشي محمد الرياب سيدي ما ودكم والله الله يسامح محمد الرياب سيدي والله العظيم نواف سروا علينا الشباب كلهم الكل شخص في الحياه دي له هدف هدف كل واحد دخل هنا له هدف والله هل وصله او لا والله يا ابو علي ان ما جاء هدفي الا قبل 20 يوم ولا الاهداف كلها اللي مرت تسلل كلها تسلم والله خوفي هدف كذا اللي اما هدفي انا يا رجال ذا الحين انا شارك خارج الملعب انا والله شارك سطعت الكوره انا والله يا ابو علي انا والله يا ابو علي اني شاك في هدفي الاخير انه تسلم يا ناصر لان هذا هدف عندي لا لا ان شاء الله باذن الله باذن الله ونحن معك وفي جنبك وعلى ما بغيت والله ما عدمكم اي والله الله يكتب لك كل خير الله يطول عمركم ويجمل حالكم اللغه التسويق والسي في والماركتينج الماركينج الماركينج لا يا رجل انا بقولها مره ثانيه تطلع صح ماركتينج شوف اتحداك اذا قال سمع ماركتينج اذا ما يقرا عن الماركتينج ده والله ما اسمي ناصر هو بيبحث عن الماركتينج انا بس التسويق اي شيء غريب يجذبه ما شاء الله تبارك الله الله يجمعنا بكره الله يوفقنا واياكم التوفيق الطيب اول وعد ان شاء الله برا هو اللي بيجيني في المنطقة الجنوبية بشكل عام. أنا بسد عن إخواني اللي هنا. سديد يجي عني معك. لين تجوني والله أنكم أطلق مني. كفو. اللي بيجي. فأنا قدامه مرحبا ألك يبشر بسعدة. والله الكرامة تبوى والتمشيت بعينها ولا ناست بعينها وأنتم اللي بتزيدونا. أي والله أنكم بتشرفونا بتزيدونا. والله أنكم علي راعي والله أنكم علي راعي يحب وسم وتم ولبيه. الله يطول عمركم بعدكم. ولكن لا يدون الشباب ذا الحين. اصبرون شوي. ليه؟ جنة الصيفية لا انتوا على اتصال
انا رك لا لا اقولها وانا صادق على السبيه بنت جمع بنفسي انا من قريب 10 11 12 مرحبا الف حتى في رمضان لازم تجونا وبنجيكم الله يحييك ما بننقطع الله اكبر مرحبا الف الارض تراحى بس ما تراحى انت سبقتنا يا ابو علي الحين وان شاء الله باقي بعلوم الغانم الله يطول عمركم من بعدكم نفدا وجيه تستقبلني ها دق علي ما هرد رقمي عندك يبدا بصفر خمسة اتخذ اجراءات ما تتوقعين عزيز مغلق متى بتجي متى بتجي على حسب ما ادري هو ذاك الوقت انا مشغول ليش اشغلت امرك من بدري والله يا جلال في ذمه ذي ماني مشغول خذها في ذمه ذي قدو يقول لا قدو لا الله يعوضك الله يعوضك خير يا رب شرب حليب شرب حليب كمل كمل والله اني خذيت شفي نفدا وجهك يا ابو العافيه والله يا ابو ودانكم الله جميع الله يجعلك بس ربنا يلا وين اصبر يا راس كل خيمانك لبى اقديت تعال تعال انت والله انت انا حلف والهم ينصب وسط صدري خيامه هذا الفرح كفت ركابه ولا جات يضيع حماسية تبشرون بها بعد يومين أنا عندي ما عاد أنا مهدي لكم على قصيدة شباب هذا نواف السنة الكرال حق محمد اليوم في جعلية سلام جعلية سلام وكلكم جعلكم تسلمون هذا أهدا مني ودي ناتدش أنا ذا اليوم الله خلناها ضامت أبشر أبشر هذا بطل كل شيء بإذن الله شيء نحصك نبدي على نفسنا أقعد أبو العمام سحاب ملفات سحاب ملفات أشياء وايد لا والله ما عاد عودة لا سبب البرايم لا والله ما عاد أكل منه أنا عدوك الله يسلمك الله يطول عمرك افكار رجوله كسب كل جمع ايه كسب ما من ناحيه شمع الماضي والله يجعل عليكم بالعافيه يا الرب ما خلص يصير والله يصعب التوصيف والجمع الله يطول عمرك والله يصعب يا ريت والله احنا عن الوصف ونقول والله ناصر يا رب ناصر ربك ها لازم ممر شرفي زي العاده صل على ممر شرفي سوي له ممر يلا خلاص خلاص اروح يا ابو توزع على ممر يلا 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 ومفرح افا قم فتح قم 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 نهدك عدوك عدوك الله يحييك الله يحييك كل شيء بسعد والله هدو له نفع في دمي في رجال الحجر كلهم معك الله إني أدو لها نفع من قلب نبي غيره اشهد علي الله من كاب لك محبة ومعزة ومتشهيد الله يرفع قدر الله يرفع قدر أني ما عدف كفاية بس بالله أنت فو أنت فو أنا ما يزدوش ولبك ونزر هذه العلاقة والله مصير على ربي والله مصير يا بابا كفاية ما بابا أنت أتخلص يا بابا قدر ما تشوي صلاة مصير كان ذي هدف عندي لعل الله ما كتبني خمس أنت اللي كمل والله 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 أنت والله بدر يعني خلنا نبغى نفسي والله كوي عزوم كوي عزوم كوي عزوم كوي فتح المذيع فتح خلاص تكفي الفرح
بدرك غاب ولا جاء من يوم قفا تذكر كرتين والله يسقي من كرتين سويناها عداناكم الله تجينا قصير نجيك الجنوب حبنا ألف وراح يمكن نسكن بالرياض حبنا ألف بس ما ترح بحسه بين الله ما عدم طيب أحسن بالله حد بالروح والله حد بالروح أحسن بلانك ستة بين الله ما عدم الله يعيننا بس سقط الجسر لا والله ما سقط والله مالك فيها من قلب الله والله والذي رفع السماء بلا عمد يا ناصر بن قماش مو هو والله والله اني احبك وعزك ولا في ولا في خاطرك لا يوجد خاطرك من قلب الله يا ولد صل على النبي هذا والله قدر ما انت ماخذها بامرك ما سقط الجسر ها؟ والله الجسر والله ما يسقط لك مش من سبب شو بس بس الحزن خيط فوق صدري غمامة شمس الفرح ما كناها فالمدى أنا بريدي وكاك الليل موحش في غياب الجل حتى انا ما حاولت الجل برد قالوا ارجع ها لا ما من بعد ما رجع طعم المعاناه في اعتذر منكم جميع يا رب من يومك الله يحفظكم يا رب ما لقيت السلامة وشلون بسلام دم بالصدر عبران لا تلحقوني في
غنوا معي بعد بال الحي الله يعز السعودية الله يديم الوطن بامان والله يعز السعودية وكل الوطن ردد وقال سلمان 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 قولوا وكل الوطن ردد وقال اللي فايل قوجيه مسفرات يا هلا وهلا هلا بالليل
هلا تعال 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 بالله فكوني من المكان ذا. والله جامد يا اخي يا ابو مشبب له المستمعين من يوم انطلق. ايه هذه الكنه هذه الكنه علومكم والله طيبين من كل شيء البرد لا اله الا الله. هو اتوقع انت على وين يا ابو نادر؟ ابو نادر توقع ترى شايف فخار ابي كرك تكفى كرك ها تقول الكنه. انت ما تعرف ايش توصيف انه الفصول الاربعه درجه الحراره؟ انا اقول انها الحين 8 9 صح؟ لا انا اشوف انها رجل برد ترى من دخلنا البرنامج. اصبر اصبر برد ناشف برد ناشف يا ولد اقسم بالله اني احس البرد دخل فيه. لا شوف ترى قبل امس يتقل فيه ندى رطوبه نداءت سبحان الله بداية من جو لجو. احد ما يعرف الفصول الاربع تونا يتذكرها هلا ما بيقول يقول فصول اربع تسنى تسنى شيء اربعانيه صلى على النبي. هذا لاني تعمق مضيع الخبل عباده لان هذا تعمقت انا داخل الفصول الاربع. حبيبي هو قال الفصول الاربع يعني الشتاء والصيف. الشتاء والصيف عنوان الفصول الاربع. هو يقول فصول ثلاثه تو ها تو يقول فصول ثلاثه وش الثلاثه هي اربعه فصول انت مصفي الشتاء والصيف عنوان فصول اربع تو يقول فصول ثلاثه والله. انت وعدتني وعد امس من السامعين انك اذا دخلت البرايم ترجع مختلف يا ابو. انا ما وعدتك انا توقعت انك ترجع مختلف والله. ها هذا الو وين بتروح؟ يا بطري برد برد علي. خلاص لا تسولف لا تسولف عشان خلاص عاد تقول متى عشان ما ابيع. عاد تناديني لا عاد تناديني يا عيال قصيت ليتني ما قصيت يوك. ليه؟ كلام من بندر والله انا كلمه عيال جاني قالوا لي ايش رايك اخفف شعرك؟ قلت والله والله ما جيتك اني جالس على الباب من هناك هو شاطفني كذا قال ادش معك يا حتى قابلني يا عيال ليش سواه؟ قال لك ادش معك ايه تدري ايش قال لي؟ عبد الله يا جني ها تدري ايش قال لي؟ تعداني كذا قال متى دقيقه يا ولد قال متى قلت ها يا اخوي شعرك ليه حلق شعرك من بندر قلت بندر والله خاص بالمرضي وانا اجي وانا الحقه ابو عمر تعال تغير يا اخي والله ما مضبوط يا ابو عمر قال مره جاني يوم حلقت يا ولد لازم تخفف شعر قال والله اني لو ناوي لي اسبوعين ترى حق صقر يا اخوي ناوي احلق اخوي ها حلق هذا وديه معك انا يجي يحلق يجي يحلق يوم حلق خلص اللي وذني قال طرينج حسيت معلق كل هذا تي تو طلع وجهك انا استحيت يا ولد لا ما قلت طلع وجهك السلم الجديد وقول وجهك لا لا ما قلت طلع وجهك قال لي ايوه الحين تو طلعت اذنيك ايش لا كذا صح شوف بندر بندر يقول حلق وضبط لا وجه يسمع ويساعد الحق لا وجهك صح راسي لو احل شعري لا لو وجهك انت ما شاء الله تبارك الرحمن تركي تركي انا والله وجهي شين تركي تدري راسي ذا لو احلقه يود تطلع مشاكل عامل للأزمان القديمة تدري قد دخل في راسي ما شاء الله عليك قد دخل السيخ في راسي كذا لا أنا صار لي موقف على طريق الحلق كيف شرك لا صدق هذا يود عندي واحد من عيال عمي الله يشفيه قال له راشد من غولي من لازم الدعم صار أي شيء يوم العشاء كل ليلة أنت خابر إيه جانا في العشاء الوكاد احنا تونا ابدا اليوم يوم الوطني وانا متحمس اليوم الوطني والله يا رجل متحمس حماس يا ولد مره بطلع وش سويت يوم جاء الظهر وانا اخذ ثوبي وانا افرشه على كنبه مثل هذه ومعي قلم اخضر ما معي بخاخ معي قلم اخضر وانا احط من النص خط زي كذا وانا الون الجهه اليمين اخضر الاحتفال شوي في الليل على الثوب إيه على الثوب. إيه. الوكاد وكتب وكتب لين خليته ذا أخضر. يود القايلة العالم رقد لنا مو غير كتب. تجاوب. إيه والله. لين كتبت الجهة اليمين كلها. الوكاد يوم جاء العصر أنا قد خلصت. فهمت ثلاث ساعات وأنا كتب. وأنا ألبس ثوبي ويوم جاء المغرب زي كذا. وأنا دق على عمي قلت يلا تعال مشني.
انا غليه وقتها صغير دقيقت يلا نمشي تمشي في يوم الوطني قال يلا جايك على اساس الحين انت كبير حلو لا شوف انا ترى في ذاك الوقت ما ارتفعت الا يمكن 4 سم هو قصته في العمر بس انت انت ودك تدب صح في العمر حتى انا اتكلم عن العمر حتى انا قلت له خلاص انا هو فاهمك اي سلام الوكاد يوم جاء يوم جاء المغرب انا دق على عمي يجي ياخذني ونطلع نتمشى يوم الوطني يمشي لي تمشي ابو دقيقتين بس العالم طالعين اعلامهم ويعود وينزلني في الديره عاد الديره ديرتنا شرف الزاله مليانه فالاجازات يعني فيها ناس فيها حركه شرف انت وش ايش شرف الزاله الارطويه اي هي قبل ارطويه بكيلوين تقريبا ما اسلم بس انها هجره صغيره حي يعني يعتبر حي لا لا قريه تعتبر قريه الوكاد وينزل لي عمي في الديره والحاره ديرتنا مليانه فيها ناس والبده مليان والمحتفلين والشارع وانا اتمشى في الشارع وتلاوق انا واحد من اللي راشد وتهاوش انا وياه بالكلام فاخر عني لا 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 هو بعيد هنا بعيد يا ولد انا في راس الشارع منه وهو هنا الوكاد وتلاوق انا وياه طش على كلمه يطش على كلمه وبيننا شارع كنت ما في امل يجيني هو كان أذى يرى يجي روع القلب إيه؟ مسك ما عاد فكك إن شاء الله مستصح انقهر انغبن ما عاد يدري شو يسوي هو يمسك الحصى هو يسوقني يرى يجي هو يحذفه شو أنا أخذت يمكن دقيقتين ما استوعبت إن أخذ الحصى وحذف علي قلت أنا بتشطفني يمين ويسار وكاد واخذ دقيقتين أنظر فيه وأنا أعطيه ظهري وأنا ربه وهي باقة في الطريق تمشي جاي ايه ترى في الطريق وطنق اللي هنا يرى يجي حلوة في شو اسمه راسد في قنة الراسد ما ادري من وين هنا فنص هنا يرى يجي اقسم بيت الله هو يسوقني يرى يجي اقسم بيت الله الدنيا كذا كهرب كذا الدنيا طفت واشتغل ما ادري وش صار يرى يجي وانا اطيح على الارض يوم اخذت يد ما ادري وش جاني وانا اسوي زي كذا هذا كله راسي تبنى بروده ايوه ما عاد احس فيه وانا اسوي زي كذا وناظر اللي والله هدم انا شفت هدم بس صيح سياحي بالحارة دخلت بيت عماني دخلت بيت عماني ويستقبلني شو اسمه وقتها عمي الله يشفيه كان منوم عندنا في البيت حط لي السرير تو طالع من المستشفى وعنده عامل له شو اسمه يعتني فيه وزي كذا اللي هو مستقبلني على سياحي مستقبل اصلا تاقي عند الوالد يقول دائما هو اصلا لين دخلت انا شاطر الوكاد وانا انزل راسي في المغسله ولا العامل يوم انه جاني تبي تغسل راسك يا ولد ما ادري وش جاني انا الدنيا ظلام الحين وكاد يغسل راسي يغسل يا ولد الدم يوم انه اشوفه في المغسله يا ولد يغسل راسي زي كذا اشوف الدم يدخل داقش معك العامل قبل ما يغسل ايه ايه درى اني اصحى يوم ايه هو ايش دره؟ هما ثوب اخضر احمر لون اخضر احمر اقسم بيت الله يا ريجل والله اخضر منه اخضر انا قاعد اتخيل شكلك اقسم بيت الله يا ريجل اعوذ بالله ويغسل راسي عند المغسل لين نشف راسي مره ما عاد في دم وقف ويدخل ويجيب لي مسمار عرفت اللي حق القهوه مسمار عويد ويحطه طول العمر في يده زي كذا وياخذ منه ويحطه في راسي ما ادري ايش حط معه ايش حطه في راسي لين وقف الدم خلاص يصير يتماسك مع الدم ويصير جرح عندك كاد نوقف الدم وانا ادق على عمي تعال خلاص خلصني يا موطني ابي البيت لا انا قد شفت ما عاد هني القطره خيط راسك ولا عيوني يا ولد ايش فايت سالين اوه علاج ايه ياخذني عمي ويوديني البيت تجي نومه عقب الصيحة يرى يجي عرفني الساحة عرفت ليك اللي في الفراش النهتة إلا أنا قد شبعت من الصياح أما تريد عندي فلق عمري وادعي على راس أنا فلق عمري اللي خرب يوم الوطن ذا كله تدري بدري فلق عمري أما يرجع خلي حصى لا كبار عرفت المهم ومعي نمر أخوي وحادثة زي كذا وأسوي زي كذا اسال الله إيه؟ في هذه الساعه ان الله يشفيك شباب من عنده وقتها يا رجل وانا صغير هي اللي مسبب رجتك الحين لا الرجع لا انت فيها تعطيها واحد
اي صح زين. لا ها وحدهم ابراهيم الرجه من ابراهيم وناخذ الحصى حصاتي كبيره رجل انا وش اقول له اقول لي ما يخاف عرفت هو مره يحذف ومره حذف انا وانا حذف وكذا وانا اسوي زي كذا عادة تعرفوا وانا مسوي زي كذا رجل طخ هنا انت وين انت ورا هلا انا قدام منه في النص لا انا مكان استراتيجي جايت من هنا حتى ما تأذيني لو احلق شعري من هنا ما هنا لا انا هنا ديكم فلقات عندنا والله ثم والله والله لو فك ردتك لو احلق شعري انا طلبك خلي بس يكملها خلي بس يكمل والله لو ان السالفه ذي جايتن علي اني ما سالفها يا رجال الناس الناس صار من في الحيله الوكاد يا رجل اليوم مني سطرت المهم وعن كل في بروده انت تقول والله بارد تستاهل طيب والله انك تستاهل عبد الله تخيل اقول الحين اخذ حساسه ما فلكسك المهم عادي مره فين وانا اخذ شوي رجيل بدي ايش اسوي تقعد تسوي انا الله يعزكم كلكم اخذ التراب قاعد احط تراب عشان يقفد عشان يقفد صدق ايش يكون في عاقك هذا والعان صغار انهم يحطوا هواد شوي ودس عادي ومثل ما قلت نحط المسمار ذا العود اللي هو ياخذ شوي يقل. ترى فيه في طريقه اخي ما ادري طب والله ما ادري الشرعي ذا طب الشعبي طب شو اسمه اوكي الطب الشعبي ما عليه اي الطب لا والله زين اليوم كانوا وش يسوون؟ كان لا جاك جرح خبر جرح محمد اليابسي يوم انفتح الجلد كذا اي عرفت؟ كانوا وش يسوون؟ انا سواها لنا شو اسمه عامل عندنا في المزرعه لا تكون شاهي لا مو شاهي ياخذ الورق احنا وقتها اذكر ايام ربيع وفي نبت عندنا بس ضيعت يا رجل عرفتوا اللي يجي كيف؟ اخي كيف اوصف لكم؟ الظاهر انه موجود تلقى على حد السيسان في قريه يد اخضر وجايين كذا 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 اللي تفك في زي الحليب لا 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 هذا عشر لا مو هو صح تعرف لا مو عشر لا لا والله ما ادري كانوا كادرين نبته ترى اوراق كبار اتوقع انه هو انا والله اني ماني مثبت وش اسوي يا يجمع العشب ذا وياكله ويعالجه يعالجه اي والله ثم يطلع ويحطه في الجرح نفس انا ما ادري ايش الهدف انا اذكر ما ادري هم يطحنونه بس هم ما راح يطحنونه هم راح يطحنونه مستعجل هو مستعجل اصابه خطيره مره طال الطوارئ الجرح هو المفروض انه يدقه لين يصير اخضر هو لا هم ما معه وقت كله على يختصر ايوه يحطه في الجرح مسكر الجرح زي كذا ويخليه لين ما ادري والله الظاهر ايه يا اخي شوف نحن قال يطيب والله اني ناسي انا اذكر الجرح ذا ترى صاير علي انا ابدا ترك صديقي في البراعي يا اخي انا من الناس اللي كنت يمكن من نصف يمكن او متوسط يعني ثانيه ثانوي وانا شعري كل سبت احلق صفر مثل يومنا زين ما شاء الله كل سبت احلق صفر يود انا من السبت بكره ان شاء الله بحلق صفر زين عشان احفظ ترى شعري يخرب غلط انا بس ابي النعومه حلق شعري كانوا يا ولد شعري لو ياخذ دقيقتين بلمع بندر صار مثل شعر مثل ثاني اسمعك ولا دائم كل سبت احلق شعري كل سبت يعني صفر 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 تعودين علي ونطلع انا واخواني وخوالي يمكن في اول ثانوي ايش نبغى؟ نبغى صدور نبغى ناخذ منها شو اسمه؟ النبك النبك ايه هي على الحبوب الصغار ايوه ايه السدر كيف اللي بيجي في السدر وش نسوي؟ ايه يقول صدور نرجم في السدر ويطيح اي صار تجمعون انت ايوه وانا معكم مع عبد الله طبعا ما ادري كنت مشفوح ترى النبق ينوكل فكنت النبق وشو؟ مو هنا في السدر تعرف العبري؟ ما اعرف النبق ما تعرف النبق تعرف العبري متعب؟ ايه العذر وشي اللي يجيك زي والله ما ادري تاكل خلاص يا اخي انا ما عليه اني من وكل الحين لو تجيب اللي يجيب انا لو تجيب الحين اكلت الكلام مو هنا الكلام كيف مشفوه نتفق انا واخواني وخوالي نرجم واللي يطيح واجد بعدين نروح كلنا ناخذ حلو انا اخليه من يرجم ويطيح شوي واروح اخذ قبل تنزل مرتين ثلاث شوي لا وانا ما اقطع الحصان اللي يحذفه ويكسر علي معلم انت اي تعلقيت وتحركت طلع خلاص عبد الله خلاص والله
راسي 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 مليان فلقات من كل مكان في فلق هذا غبى منك هذا غبى منك بس انا متعمد اولا انا حذفت الحجر متعمد لا اللي سويته لا انا متعمد ديدي حاتم لو تشوف لك رجال شي زي كذا شي زي كذا اللي تقع في راسه بحجر هذا احنا حاطين دائره وهي توقف في الدائره وغير كذا اسس وغير كذا ايش تسوي مني 5000 ريال رصيد الله يسامحك غير كذا ايش تسوي والله اني باطع والله تطلع وجهك علاج ياخذ من تطلع تطلع بكرامه راسه هذا على الفلقه وراسه عبد الله هذا يمكن اضطريت المواقف والفلقات و في شيء ابدا لا في شيء واضح معك شيء انت اسوي شب هذا يمكن اضطر الفلقات وذي كان عندنا ولد جارنا مودي وبينه وبين اخواني اثنين كبار مشاكسات يوم جا ذاك يوم في العصر يجي وينزل بيتهم ويلبق سيكله برا منو ذا؟ ولد جارنا كان ميد واحد يلبقه اذا صار موتر يلبقه عند حطه عند الباب ودخل اكيد انه بياخذ غرض سيكله هو اي سيكله هو قال ميدي ناصر اخوي روح بنشر رسم الكفر حق ثاني وليش؟ نشمها بس يبي نرفزه اروح انشمها هل بنرفزه ولا انت اخوي يبي نرفزه فهمت وصاني فهمت فرحت له نشمت كفرته فعوت فطلع عين كفرته عيني وعين اخوي ضربك قال شو اسمه لا ما بدايه ما قال لي شيء بروح يعبي كفرته انت سويت كفر قدام ولا ورا بقول شال بس اسال لا انت بس صدق من حق حاتم يبي يعرف بعرف اخي كفر لانه اذا يهد لي وراء المهم دور قدام يحك صدق نشمت الكفره اللي قدام حلو وراحوا عباها وعبود والله عباها وين؟ في بنشري عباها بنشري عندنا عندكم بنشري؟ اي عندنا المحل زودها زودها خلها لا اسلم لا تقاطع تكفى ما ادري شو اسلم اسلم وشو خلها لا يسولف لا لا يسولف العصر مسويها فيني العصر مسويها فيني هو ما خلاني يسولف اي جيت انا بينكم لا وش ذنبي انا وبندر وعبد الله العصر هو ما خلاني يسولف انا عندي قلت يوم الجمعه ها بعيري روعي العصر قبل شوي المروح العصر قبل شوي العصر عندنا الحين الساعه 1 لين جبت له محور حديث قلت يوم الجمعه كنت بقول انا وين اروح يوم الجمعه وذا ما خلاني يسولف لا خلي يقول هذا الحين ولا الجمعه راح استاذ انا استاذ بندر وعبد الله نبي نسولف نبي تفضل تفضل استانس سولف اسلم يا ابو مشب اوه ما ادري مشب هو حق حاله خلاص لا هو حاله اسمع اسمع انت الحين يومك انت مكمل عشاني ولا عشانه؟ صدق كلكم اقول لك خلاص انت بنت الحين زعلان يا اخي قلت من بابا انت قاعد تسوي دي 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 انزل طيب ليش ما تسوي زعلان؟ الظاهر نهايتها مروح عشان كذا صرفها ما في اي ختام يقول قافله عندي ما تضبط والله انا زعلت وفارقة في راسي بس خربها استني استني ابدا معي ايه شهد الله علي اليوم العصر اني ما خربتها اني محور دار ودبيت دبه كذا وعود لما شافها الحوار وين دار؟ فشل هو خربها هو اللي خرب على نفسه هو تعبان بعقله طيب اسمع انا بسالكم سؤال وش العبري؟ عارف عارف ها؟ عبري 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 العطر العبري عبري يعني رجال رجال عبري طرقي لا ها العبري الزول يا رجال انتم ما تعرفون طيب سالفتي اكملها ولا شو لا بعلق نقطه نقطه حلف وتكبس نقطه اخر السطر على قولت هي عرفت العبري العبري يا رجال تعرفون التفاح الاخضر اي العبري الصغن ونادي اي التفاح الاخضر بس صغير اي عرفت 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 ترى يحطونه طول عمره في حموضه طعم عرفته اي عرفت عرفت تجي حبه في وسطه اي حبه ترى يجيك حموضه فيه شوي مراره مراره زي مراره بندر يجي حتى ويجي في السدر في هنا تحصل يجي يا اخي تحصل لا اللي في السدر لا 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 اخذها عشك عشك ولا طفى حجار طف بطاريه 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 الو 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 شو اسمه ذكرتني امتى بالرقعان الله يذكره خير عبري عبري عربي عربي مالك يا عربي عربي يعني عربي يعني رجع ايه عنده هذا الحره هذه ايه اعرفها ايه حق التسليك ذي أمانة 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 تسعة تسعة أمانة كل ديرة فطرها العبري أول من يقول لكم صارت ما حد عرفه يقول متعب متعب يا رجل يجي في الخضار إيه عرفت عرفت تجي عندنا عندنا بمزرعة عرفت الحلاو اللي عليه شكل على شكل كورة ترى قديم زي الكرز حلاو العيد
لا لا الحلاوي طول عمر اللي يجي في اللي انت فك قبل فك قبل عرفت الكوره اقدر عرفت الكوره اي ترى يلفونها بقصدي هي شغلاطه اي هي اعرف اعرف اي عرفت عرفت السله حقتها ذي الصغار اللي يحطون فيها الحلاوي نفسه بس انه عبري ترى دائما تلقونه في الخبر اي اعرف اعرف وصلت للفكره حسنا اللي انا اقول ما حد يعرفه العبري طب انت تسوي بعبري هذا يقول لك سوي تعرف من الخريط هذا هو اللي يصير لا واصل واصل اي الخريطه انا لا لا تعرف خريط خريطة اللي دخلت عليك وانت لا والله اني صادق والله اني صادق ماذا خريط خريط وش خريط خريط شريط هذا عندنا خريطة اللي يجينا بتشارة زي كذا صغيرة ويجيك فيها خريط ويجيك طوال زي كذا وتفكها تلقى فيه حبوب تاكلها صح ابيض هذا اسمه خريط تكفى ترى يجي اربعة وخمس ابو ثاني ايوه سلام ابو ثاني تكفى ايش بس ناكل الذيب ايش بس نزل قبو اطلع راسي ولا اذني اختر لا بشوف شعرك ما تشوف شوف شعري ولا شوف اذني خي يعني كذا يعني ما شغال إيه ليه رح 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 يلا أبو ثايد تو طلع وجهك لا لا تعرف 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 إذا حلق جاء عندهم وقال تو طلع وجهك أما يا حلقت ما تقول تو طلع وجهك تو طلعت ذنيك أترك أترك ذنيك والله لك كذا حلو أي والله هو مشكلة مو باللك اللك إن اللك ذا كان أيوة النامس يا أشكر النامس على هذه المبادرة الجميلة اللي خلتنا المهم يا عم جوا وصيني أخي نازل على جوال جارنا على طاري سالفة العبري بعلمك سالفة بعلمك سالفة السيكل حقك إيه عطنا عطنا حقك إيه سالفة السيكل والله إني متحمس ترى كنت أنا طول عمر ببيت أسلم وعندنا جيراننا جنب ببيت شفت وكانوا جيراننا دائما يجون يزوجون يقروا شونه يعني تعرف من أوشات الصغنونين دولي شفت جيت أنا قلت لأخوي الصغير راح نسم كفراته كفرة السيكل اللي حقه وقلت له نسم كفرة السيكل اللي قدام ثم راحوا وكان قاعد ينسم كفرة شفت الثاني ذاك جاء مرة قلت له اطلع 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 هذه سالفة شوف ما لك سالفتي ورا عنها انت وريان لا 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 روح 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 يلا روح يا الزعول يا الزعول تعال تعال يا اخوي نبم بعد كل التماس وقتها انا تركي مسوي نفس والله الناس كلها تزعل بيجي بيسوي بيجي انا يا ابو ماجد يا ابو ناظر ابو ماجد هوي ارتاج خلاص طق انا اقول لي سالفه يا ابو ناظر شفت انت اسمع انا اقول لي سالفه ريحة بلوار ترى والله هذا عظيم قطع سالفتي اول شيء من البدايه خلينا نبدا من البدايه قال له سالفه والله اني سامع قال له سالفه والله اني سامع قال اجي اذا هو تو داخل او سعد اقول لي سالفه خربوها كلها اول شيء انا وبندر نبي الحق منك نعم والله انا بندر ذو بندر ذو انا عند الرجال انا وبندر نبي الحق من تركي رجال مشهور رجال مشهور ولا ولا قال نبي الحق من حاتم قام من جلستنا وتناوش ماجد ماجد معك الشيخ سابقا هو بيعد الحق هذا صحيح هذا اللي صار لك هو قطع التركي انت الحين انا عندي كلمه وبعدها حد تفاهم الرجال ما قصر سمع سالفتنا كل ابونا نعم. كلنا عدل سالفه نعم. صحيح حلو عشان ما تطق بعلمك بالعلم شفت يوم جاب يسولف انا والله اني منصت له جاء حاتم طول عمر قام يدقق على هرجه رحت انا بسكت حاتم قلت يا ود على زود ان سالفتي بيض انا قاعد ابو نادر ابو نادر علم سالفه ما انا انا هو بيساعدني اسمع انا بيساعد حاتم انا استحي من حاتم صعب اني اسكت اقول اسكت رجال اكبر مني فقلت من باب طرف ها طيب. وضحكه يعني حاتم زاد يعني ابي يستحي طيب ابو نادر وزودها وانا طاطي انت الحين لك طول عمر بقريه هنا معنا فوق 50 شفت وتعرف الخافي والمخفي والمخفي شفت والخافي والمخفي الرجال وعندك وانا ماني متكلم يعني انت قاطع كلكم قاطعتوا صح؟ ها انا ما انا لا 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 بندر ما لا سالفته قاطعنا سالفته سالفته بيض نعم قاطعنا سالفته بيض اجلس سالفتك عطني العلم اجلس حاتم سالفته بيض يعني دقيقه سالفته بيض صح طبق بيض طبق بيض طبق بيض سالفته تقول الحق ولا لا ما اقول الحق تبغى الصدق كلكم قاطعتوا حقكم خلنا بيضاتك يا ابو نادر خلينا معاه اسمع اسمع جلس واحد يسولف انقاطع زي كذا بس انا عندي سالفه ما في سالفه يلا ابشر انا قلت لي سالفه
حلو، هذا قال له سالفه سمعته، هذا قال له سالفه سمعته، كان هنا عبد الرزاق قال سالفه وسمعته، سمعت انت؟ جلست هنا وحاتم دخل عقب ما قلت سالفتي، وانا اقولها كذا في البدايه. اسمع العلم من الشباب. شفت انت؟ اسمع خليني اخلص كلامي، مثل ما سمع ماجد من كيف عندك كله. المهم كلام عربي. أشي أشي ركز أشي البيت كلها فيها ساعة كثر فيها. إيه أنا فيها. والله شوف. الم أسمع دحان دحان دقيقة أنا عندي بس نقطة. خلنا خلص خلنا خلص. ناركم تأكل حطبكم. ما تروح لين تقول تعطيني الكلمة تحت لا لا بس أبو دحام 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 شوف. الرجال ذا عد سالفة. طيب اسمع اسمع. والله ما ركزت بكلمة. طيب اسمع أنا. هذي هو هبدأ كذا معلمك اختصر لك الموضوع. الرجال عد سالفة سمعناها عد سالفة سمعناها شفت جاء تركي. حلو عد سالفة قطعت أنا أقول لك أنا قطعت مو قطعته قعدت أركز فيها جاء بندر قال فوق من سالفت بيض يا حاتم تقطعها قلت أنا أنا بيض وقاطع قطع قطع هل يحق لنا ولا ما يحق لنا عندك أبو السبب مني أنا ولا منه صدق عد الحق والله ما يفهم بالإشارة هذا والله فاهي بالحياة ما هو بيمنا ما هو بيمنا والله ماني بيمكم أنا داعي بإذني معنا بالي ما هو معي بالي ما هو معي لكن مخ ذاته هل تبون حل إيه حل إيه هل حنا مجدين فيه يعيد السالفة لا 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 دحام حنا مجدين فيه أنتم مجدين فيه إيه فواحد صفر لكم لابد هو يجدي فيكم لا لا حنا بإذن الله تركي ها الله يبيض وجهك يا ابو عبد الرحمن جيب جيب خليه يجيبه العلم عند تركي يعطيك اياه تعالي تركي اعطني العلم اعطني 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 عمر خليه اعطني عمر سفر سفر العلم ما في سلامتك يا ابو صالح الرجال ذا انا سمعت سالفة ذا سمعت سالفة ذا سمعت سالفة عبد الله يقول الرجال انت فاهي يا ولد انت ولد يا من ابو عبد الرحمن والله انكم عذو والله انا عذري معذرينك اسمع يا ابو صالح انا سمعت سالفه سمعناها والله حلو سمعت سالفه حلو سمعت سالفه عبد الزهراء كيفكم جيت اكمل اقول لي سالفه لي موقف حلو جام قلت موقفي هذا قال سالفتك بيض متعب ما قال هذا قبيل انا شفت انت هذا ها يا ابو يا ابو صالح ابو صالح بعلمك ابو صالح بعلمك بعلمك الرجال جالس هنا حلو عدل عدينا سوالفنا كلنا سمعنا الرجال هو منصت يعني اموره طيبه ممتاز دخل لكم انا متحمس اني بسمع سالفته بعد حلو. هو كان جالس هنا فيوم جاب يسولف جلس حاتم حلو فيوم سولف دقق هذا دقق على سالفته يوم قال الكفاره مدري ويش قال طيب اي بين شري طيب عبيت بنزين 195 فهمت عرفت يدقق في الاشياء ذي يوم جاء في نص السالفه قلت يا حاتم زود سالفته بيض لا قلت اني محترم حاتم ايه انا محترم حاتم انا صراحه والله اني مقدر رجال اكبر مني عرفت فاستحيت اني اسكت قدام الريجي قلت يا حاتم زود سالفته بيض ترى تزودها انت تسكت خلي الرجال يسولف اي انا قلت من باب الطقطقه من باب الطرفه عشان الرجال يستعلى على وجهه يسكت لا مو دور دور عليهم نسيت حلو شفت حلو وقطع سالفتي قال الرجال مسوي فيني حركه اليوم العصر لا بس هذه بس خلاص اسكت كيف تقييم عندك التقييم ابو صالح تقييم عندك انت هل احنا مجدين فيه ابو صالح والله كلكم مجدين بعضكم لا لا احنا متزين احنا متزين ارجع قل الحق اي عد الحق يا ابو صالح يمه خلاص متزين فيه متزين فيه يلا تفضل عد متزين تفضل من عاد يدين انتم متزين فيه يويتش عد محمد الصاطي الصاطي قل العلم انا اللي بعطيكم سالفه ولا احد يرتاح منه خلي سفر 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 ابو مشبب اسرع عندك شغل لا لا اي مشغول صح راح الشغل راح الشغل صراحه حاتم سالفتي بقولها ضروري خلاص ما يمشي سالفتي وقت انجز حق الدحم تدري سالفته ها انا جالس بالبيت دقيقه سالفتي ازم سالفته اجل واحد حذوه كذا يركب انت تبقى انا في هنا والله سالفتي احسن من سالفه اختصار جلسه اسمها جلسه ذي ينزلونها في يوتيوب جلسه المطاريس المطاريس ما معنى المطاريس يا حاتم ما معنى المطاريس ولهنا السامعين المهم احنا راح كاشتين طالعين مكشات مكشات ايه؟ انت مكشات والله العظيم احس اني تفتح راسك احس انه هو الصوت حق سلتوح ذا تدري ليه انت سالفتي يجيب كل يمين بروح يمين بروح بطل تركي خلاص تدري ليه انت سالفتي عشاني اليوم العصر بعلمك لا قل عشان كوش بعلمك عشان كوش عشان قطعت سالفتي شفت انت
يدير الحوار عن وش طقوسكم يوم الجمعة في العصر. حلو. أنا والله العظيم إني ما قطعتها. جات كذا ذبة في نص دا حطيت ذبة كذا ومش هالسيناريو. زعل الدب أنت جلسة حوارية رسمية تخي أنت نفسية. رد خلاص واحدة نفسية 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 قال إنه نفسية هو يقول نفسية إيه رد عليه رد عليه يحط عليك يا حرام رد عليه نفسية ليه والله قوية دكتور دكتور ورجال السلام مرحب أخوي أخوي لا يثرون على أنا ما قبل الحلم لا 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 نفسية مسافرين جميع حياتك كلها وأنت تخدم في هذا الحياة إني ما قاعد في الجلسة دقيقة لا يا رجال لو اني منه والله اني لا استد لا اخذ حقي مع الريجي بدون مده تد وانت تقول مني كلام وانت لا ابو عثمان دقيقه خلنا بنتفاهم بس خاتم ذا وبعدها مداخل انا اشوف ان الموضوع في يدك لا ما سمعت قال نفسي طيب عيدها 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 ما سمعك عيد ما تثبت اسمك عيد ما سمعك نفسيه قا طيب فرق بعدي بعير الحقو طيب يا اخوي يا اخوي لا اله الا الله كيفك كيفك الله اللي يحطني في المواقف الحلوه والله يا اخوي انا اشوف انك تاخذ حقك بسرعه يا احمد انا بعد اعطيكم اعطيكم ما يجي جلستنا مخربها طيب دقيقه يا اخوي تعال بعد شوف لو اني حاتم اني لا رد ولدي ولا من زين شكلك بكره والله تابع من زين شكلك بكره يا اخوي اعطيك زود ها يتصدر مش هاتف ايوه بيتصدر الحين بس انت شوف بندر بندر عطى خمس دقيقتين بس خمس دقيقتين بندر تابع العلم بعد هيا من يقدم ولا يحسب احسب الظروف ليلي الطايره يلا 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 عطى العلم بعد طرد الكاميرا هذا الخبل الموصى هاي الخبل الموصى يا حسين يا حسين لو اني ترقب 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 بكره كلام اليوم ها يبرر تركي عينه خضراء هاي من يقدم ولا يا حسين نجحتم الان انتصرنا في هذا المعركه من قال اني خايف من قال اني خايف حاتم يا حاتم نبي نبي مواري واضح نبي شيء ملفوف شغل يعني لو اني خبر عاد خبر دقيقه هيا لا يا ابو والله يا والله العظيم طيب دقيقه في مشهد لا 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 حبيبي احنا في مجلس الاتفاق اول شيء توقف والله يسكتك هذا والله يبي يقول لكم كلام سكتوا علمهم حبيتك سلطان الرجال بيتكلم الرجال خلاص بتكلم ايش تبي علمه انا وشو انا وش حاتم الفريدي احسن اوه انسان النسخه سلطان كلامي كله غير صحيح هل انا اتصدر مشاهد من اللي تصدر مشاهد تركي مجبه طيب من اللي قاطع الكلام تركي مجبه طيب من اللي خرب الجلسه لا هو ايش قال نفسيه من هو نفسيه يدي انا يمشي نفسي انا يمشي محمد يمشي يا نفسي لا خلي حقي فكني وبندر وشو بندر وش وش ما ادري انت اذا عجبتك نفسيه كوبو بندر سنفو بندر كوبو بندر قطع السوالف لا اعطيك واحده قطع السوالف بندر وش لا بندر قطع السوالف لا 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 ما تبي امدحه بندر احسن منشد في النص ايوه محمد محمد اليابسي وشو وش تبي امدح ولا شب لا امدح امدحه محمد اليابسي معروف لا يعرف الصاطي 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 ايوه يا رخت حق الله يبيض وجهك هي هي والله لو اني من كتركي على مسكه اليد اي والله على مسكه اليد هذا يا تركي هذا التركي معروف لا 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 طيبين المعالي لا 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 يا لا 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 خذ 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 تعال خلاص الله يبيض وجهك الله يبيض وجهكم خلاص يلا راح خلص لا تكسرها
يا ويلك من دحام دحام نشيته عجل المهم اركض لان المهم لان طالعين مكشوف على المطر وغدراء وبرد راح يجي في ليلة 14 في ليلة 29 سنة هذا المركز الله يبيض وجه بنياه الله يبيض وجه العدو من كريم من لا مستحق والله ابيض وجه قلت اسالك ترى يجي ترى بيجي طاش بس الياف علمنا بالاشاره تديل بل ما وقفت على شعر صادق اني قطع شعر ان شاء الله شفتوا كيف قال الله ان نردها في زواجه الله يبيض وجهك ساعه ترد عقبال والله خير خليني وادي اقعد المهم وحنا طلع لك لا نكاش تي والله بدري بدري الله يستر عليك بدري الله يستر عليك ما يبون الشباب حاتم تعال سالت تسال والله ما تقوم يا ابو سالتي اسال كاد يوم طلعنا يوم ذو قبل صلاه المغرب من العانه غدره وحنا نهلس فالمطر صلاه المغرب عليكم غدره مع صلاه المغرب وحنا نغرس يا ريجل دقه الدفرنس يوم غرسنا ما ادري ايش نسوي تغرزون ولا تغرسون؟ إيه؟ مغرز اي نغرزي قوم يدور بوشك ما فيها المهم قال ابوي ابروح اشتري على الخط ابي اجيب سياره منني انا متحمس وما اشوف الناس ناس المهم وانا اركب لك على الطائره وتنزلوا عندي سلام معي امي وخالتي وخواتي واخوي اصغر مني وانا ذاك كان الدركس مع الاكمان الكبر الدور بوش اي لا طفي الموتر ما في شبكه ما في شبكه ويعطي روح ابوك ايش قال لك ابوك قال خليك وانا ابوك عند اهلك لا يجي ابود تمام بس اني انا ايش هذه سالفه لك يا لا خل رجال اقطع سالفه رجال انا قاعد اذا شفت سياره البس لك اذا شفتك احد اشتري بالنور المهم انا متحمس ومغركه ومره بطل فشل مره وعلى ضد ركسو واذا حد هرجني من هذي خلاص اسقط ازعجون ما عاد اشوف ناس لا ما يقول ازعجون اي انا ما اخذت شويه إيه ابوي جاء من وين؟ جاء من ورا وبالكشاف الجوال كشف الجوال وراكب له مع السياره السياره جت من ورا ايه وانا مسوي اني مالي بخايف المهم ادري الشر لامي انه جاي من امي الله يرحمها ايه ويطق لك ايش اسمه يطق لك البازك البادي وبالسياره يا مش تقول وانا انقز يا ريجي ليني هالمرتبه اللي ورا في حضن جدتي جدتي ما راحت ما يدري من الافراد اللي موجودين هي سالفتها هي سالفتك يا حاتم ولا وش لا لا قلت هي سالفت حاتم بس حاط شوي بهارات احنا الحين العلم نساعد بعض والله ناخذ سوال ببعض في بعض الاحيان انت كاتب ربع انت تساعده ما دل ربع انت عاون والله راي يجيب حتى السؤال بيض الله والله بس ابو فهمين وش اسرق منه مع الكنترول خذ الكنترول طحنها ابو فهمين طبعا اسرع ماشي يخطر حتى اسرع من ابو فهمين انا بعلمك ان شاء الله لا دقيقه الرجاء من جلسه يلا تفضل اعرف ابو فهمين لا جاء الجلسه هذه اخي تعبي الوجه وشكله يو تحس ان في خاطر اشياء والله ما في خاطر لا لا عطنا قصه ولا قصيده ولا شيء والله اني بعطيكم قصيده لكن تستمعون اي والله احنا ننصت لك ابو فهمين انت يعني ما انت نابغه لحظه ليش نابغه ابو فهمين ما انصت اقاطع انا اعرفه كذا حلو يا سلام انا ما اقاطع انت تقاطع عشان كذا يلا تفضل يلا يا اخوان خلينا ننصت بالمناسبة الولد هذا بسم الله ما شاء الله عليه من هو؟ بندر الله يرضى عليك بغض النظر انه قال والله العظيم صح. سبحان الله بندر فيه لا انا قالك تحكي لا انا لا والله عشان انا ما معي كاش الحين لكن لا مع الهيكل لا لا بكره ذاك ملهي هو قالك بندر ها ترقص امان يا عيال تفكير يا عيال يقول هذه لسبيل بن سند الله يغفر له الله يرحمه الله يغفر له ويرحمه اموات المسلمين لا عادي يوصل الصوت روح بس عشان خرفشة الجكيت ابشر بس عادي يعلموني انا شغال معكم هنا وانتم منكم واحد وكنترول يعني دائما صيح بس ان شاء الله اني اجيهم لصق 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 مكتوب ابيات جدا جميله والله اني حفظتها من عذوبتها يقول يا مل قلب يا اخو جوزة له ايام معموم سماله مع الناس شبلي من واحد حاكم علي بالاعدام حاكم علي لن ربي عجبني نور العيون ومرمسي عنها الاعلام بشرت فيه وقلت شوفه وجبلي وسيرت يجذبني هوى القلب قدام طرى الفرح لا قلت هول لعبلي لكن مسياري جلب لي الاوهام الياس من زرع الضماير نصب لي وناديت يا مفقود وينك من العام
يلي لنا بالحال تبني وتبلي وقفيت ما رد الخبر عين غشام مدري جفا ولا عذاب كتب لي يا طير وقلبي تسرم تسرام رد الكتاب ومن حسانيك جبلي مردود ملهوف الحشا عجل وشمام واعطيك مالي لو على ثنو حبلي اما درت النا على ود وحشام ولا محسب الواحد ما حسب لي دنياك حاليها لابو زيد ما دام ولا كل ما هب الهوى هب قبلي مع كل مرياع الا الارياح مجهام يا طيب الرفقه زماني عتبلي لكنها قصه مقادير واحكام ولاني بقول المر الايام طبلي كم واحد قبلي سر الليل ما نام على ذهيب الله مثل ما ذهب لي واليوم مثلي بس جلد على عظام يوم اني انعى مهرتي صاح قبلي مهره يشوق ركوبها كل مقدام يوم الفشق وقع كما وقع وابلي ما يعتلي في سرجها كود مقدام لولا غلاها وش يجيب التعب لي مرواح ياخذني غلاها ومجهام عز الله اني يا اهل الخيل مبلي وهني عين تبتلي قبل غشام من رب من غره الرب عليها حجب لي لان قلبي عن هوا غيرها شام والله جب الخلق على كل جبل سلام سلام صفقوله صح الله منقولك يا ابو يا والله حفظتها من جزالتها وشيء حتى سرت جازل ولا تجيب الا جزل انت سرت قصيده بشكل يا اخوي مني يعني اعوذ بالله من كلمه انا يمكنني قراتها ثلاث مرات وحفظتها ها قراتها ثلاث مرات ما شاء الله لان ابياتها يا ناس الشاعر هذا الله اكبر متمكن ما متمكن فد والله انت متمكن والله شوف شوف ترى بالنسخه انا لحقت اثنين ما ادري تتفقوا معي ولا لا اثنين انا ابو نادر اثنين الله يذكر بالخير ابو لبن نعم والرجال ما شاء الله عليهم عندهم قوه حفظ ما شاء الله ما شاء الله هذولي هذولي نواف لا بعد كذلك اضيف عليهم ما شاء الله اضيف عليهم صقر لا ما شاء الله تبارك الله لا لا كلكم انا ما اتكلم عن الشعر شعر مجدين انا اتكلم عن اتكلم الحفظ اتكلم عن طريقه الحفظ الرجال انا اشوف ابراهيم من كثر دائما اقولها من كثر والله والله اني اقولها صادق الرجال من كثر ما يقرا من كثر ما يحفظ مخزون هنا صار فيه خله شوي صدق للامانه خله من زمان لا لا ما هو خله شوف شوف والله اني اقولها صادق ما هو خله كذا عليه الوي لا كن معك صادق لا مثل يعني يا كنترول وهذا هذا موري لا لا هذا هذا في مشكله من كثر اقرا لا لا ترى هذا عندنا بعلاج طبيعي هذا وشو تعرف الحين السلك مسجل يفصل يفصل يرجع تضرب يرجع طن مثل ترك مشابك يوم يقول انا كنت ادرس صعوبات التعلم قلت الى الان وانت تدرس صعوبات التعلم نعلمك الى الان تجيبها صح حلو مثل متعب ثايب لا متعب ترى متعب هذه متعب ترى متلازم اصلوا على النبي الربع ما اصلح عن نفسي تصريح وانا امون عليكم عندك عندك دشه تمون علينا لا لا شوف بدون تصرف في ابو فمين تمام ها انت تقول ابو فمين ابو لبن ابو لبن ايه يحفظون قصائد اطول ما شاء الله انا ترى عندي قصيده 100 بيت تفضل ولو اقولها الحين يمكنكم يعني يلا قولها عطنا ثلاث ابيات لا 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 نبي ال 100 بيت ما عندنا شيء بنسمع لا لا ثلاث ابيات ترى 100 بيت لو انت هلبت يا عيال وانت جالسين لا حد يزعل عطنا ثلاث ابيات ثلاث ابيات يا ربي مطلوب مطلوب يا ربي يا ربي في جوجك فينا حلقان مين وساع لا ضقنا وضيقنا الزملات خلينا جبرنا الزمان جبرنا الزمان نطاوع اللي ما هو ينطاع ونرضى بحاجات من اول ما ترضينا البارحه يوم كل النام يا نايف اخوك لهوب لا نايم ولا واعي يحوف قلبه ان همومه مية حايف من غير هم من بين ضايع يا عجون اللي ليس ما تعشى في الموضوع وجودي وجود مشرف في دها في ليلي وحيد وجاله ديرته ما بعد جاها وهو ما بين الفصول الأربعة الخامس والخريف أتسنى 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 يا كلكم ما عندي مشاكل معكم الأدم إذا بتحت الهواء ما تدرون وش يصير بيني وبينه وش يصير يمكن يخنقني لأن الرجال ما عنده لا أسمع أنا اكتشفت النسخة دي فيها فيها مجلس بعد فيها تحت الهواء والله ابو رياض بطلعها النسخه دي فيها فيها شوي يعني اطالب دكتور كسرت كسرت البيت البيت دكتور علاج طبيعي دكتور علاج طبيعي نبغى نفسي نبغى نفسي نواف وش استشاري تخدير دكتور وين وانت ترجع انت الدكتور ثلاث اسماء من المنتخب ثلاث اسماء يقول انا دبوي اسا حاط انا دبوي انا ودبوي انا دبوي انا ما جبته يا سيدي دبوي لا يا سيدي نواف السند نواف السند نواف السند نواف السند شهراني حلو اسمه السند لا نواف السند يقول لك
يعني انا شهراني شفني ها 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 ها, ها, ها قال ياسر قال انا شهراني ياسر هتدري عادي قال ياسر الدوسري بقول ياسر الدوسري اقسم بيت والله العظيم اني بقول مكه وشوفوا اني اخر شيء يوم قلت المدينه قلت لا قلت كيف المدينه يوم اخذت شويه مقام ابراهيم ايه انا سقعت لا لا اسكب على الموضوع هذا الموضوع هذا خطير شايف الموضوع ده يعطيكم فاصل لا ما خطير على شيء كل الناس تدري بس هذا الرجال كم انا عارف انها مكه ايش رايكم ما عندنا بس ارتبكت صراحه انت ما كنت اسوي واحد ما قلت الجغرافي صح والله اني بقول مكه عيد شوفوا صلى على رسول الله انا من اليوم اسمعكم والله اني جاهل زز لاني ركزت اسمعكم وش جاهش جاهل زز وشو لزز 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 اسلم اسلم يا ابو لزز وش كلب عابر الشاهد في الموضوع الشاهد في الموضوع لزز يعني جاني هنا بدني جرب حلو جرس جرب الموضوع هذا طف طيب خليني اتكلم ابيض روح وين في الصباح يعني صباح انا بس بدخل لا بقول لك شيء معليش نبغى كل واحد اتق الله سالفتي يا اخي بطير من اقول والله ما الدور عندك وش اللي كل واحد يا اخي الدور عندك ما تقدر سالفتي اقول لك سالفه بصراحه عشان نتوجه في السوالف ما هو هد نبغى كل واحد يعطينا موقف حصل فيه سالفتك يا اخي على راسي تفضل قول سالفتك انا صداع انا يا الربع لا انا بكون مصلح بكون مصلح بص انت بنزل بكون سلمتي تعال شوف من مين سلطان امون عليكم اثنيناتكم دقيقه يا عمر اثنيناتكم بندر لبي ولا عليكم امر لحد يجي ساحه الابداع ونخلص فيها شغله ونعم الله يهينكم الباب نعم ونكلمكم سبيكر ولا على راسي فاكس ايميل خذ راحتك في شيء عبود قفل الباب الله لا يعين سكر الباب معكم تودعوا من الخطر يحفظكم سلطان حبيبي خلي سلطان دقيقه انا قلت امون عليكم دينتكم خلي الرجال يورد العلم اللي عنده هو عنده فكره انت مسك انا بعد ابدا عندك انا بدي الموضوع انا عشان ما اطلع من موضوعه بس يلا قول الموضوع اللي عندك اسمح لي مين رد عليه يا زلمه رد عليه رد عليه اصفك اصفك فاصل يا سلطان في موقف من المواقف طال عمرك قديم صار معي هذا كنا مجلس طال عمرك يدخل علينا هاك الشايب الو اي على طاري يدخل علينا هاك الشايب والمجلس فيه شيبان يا يعني في صدى لا انت والله انت تهيئ شوف شوف الحين لا طيب سلطان ممكن نمون عليك اليوم بصير صوت نحتاج دكتور نفسي دقيقه يجي يكشف على عقلي اول واحد يشوف علي انا احبابي سؤال قلت سولف شوف عندك حد اذا قال عد السالفه واسترسل فيها خلاص مرتاح لو بس لف سكه قال نزل رقمي خفيفه انا قلت في صدى يا سلطان صح في صدى صدى واذا صار في صدى ما ادري واذا صار في صدى طيب انت الجرس اللي عندك حدو يا عيال كنا في مجلس طلع في شيبان وها يعني مجلس مليان ويدخل علينا هاك الشايب طال عمرك اللي كبير عمره بعد المجلس في شيبان يعني عمره 60 70 80 وانت شو مدك عنده ويدخل عليك انا هالشايب اللي عمره تقريبا 55 هلو هلو كاشخ والبشت وش سال ويدخل طال عمرك بنص المجلس سيدة ليه ما صار بنص المجلس انتم معي ما سلم على الريجي لا سلم سلام عليكم قاموا الرجال بيسلمون قمنا قال كل واحد يجلس المكان قال يعني ما يشوفنا شيء قال والمجلس يعني مجلس ما احنا بحفل ولا مجلس يعني سلام وراعي المحل انصدم انصفق وجهه انصفق اقول انصفق وجهه يعني انصدم انحرج هي انحرج وش هالرجال اللي دخل عليه كذا وبشته تلتفظ وراه هو عرضه صدر المجلس هو يجلس اشوف انا طال عمرك كذا قلت الرجال ايش انت كنت وين جالس؟ هي انا جالس انا على طرف ما جالس يعني بجنب اشوف طال عمرك الرجال يعني وش هذا وجي انا اكتشفت الرجال انا قلت الرجال يمكن عنده اضطراب نفسي ولا شيء بس كشخته هيئته ما تقول ان هالشيء داله عنده ولا عارف ويروح يطلع المجلس ويصب له قهوه اكتشفت انه يعني متغطرس وما يرى الناس شيء وعنده كبر من هذا الموقف وياخذ الفنجان طال عمرك وشلون طيب ولا حتى رفع ايده من مركه يهو وين انت قلنا قلت وين ايش قال وياخذها سالفه وياخذ تخبره شلونك طيب من هال
يوم بدوا يعني بدل ما تسوالف هذا كل واحدة الا الرجال ذا اللي يقول لكم كل ما حد بدا بسالفه لقطها من فمه وكملها عن وكل ما حد هذا كملها عن واستغربت لما في واحد من وين صار لما في واحد من المجلس صار عمرك والله الشايب اعرف هذا والله الشايب لا لا والله صدق والله صدق والله كلام جد والله لا ذاني طوال لا والله تكلم جد والله الشايب يا حد سلطان والله تكلم جد سلطان موري الشايب يشوفه في متعب اسلم لا والله جد والله والله اني اتكلم جد والله اسلم والله معك يلبس ثوب بني الا طال عمرك في واحد من يعني الجالسين تقريبا موازي لعمره شايب بعد الا الرجال ذا يعني له كلمه اذا قال كلمه يسمع لها ينصتون له زين قال طال عمرك يا الربع يوم شاف المجلس هذا قال الربع انا بقول ثاني ولكن ما بي لحد يقاطعني الا لما خلص السالفه كامله ما حد قال شكله تفضل هذا الرجال زي ما قلت لكم رزين وما يقول كلمه الا مسموع هاي شروي يعني تنتظر كلمه منه زي ما يقولوا ويقول هذا طال عمرك سالفه قديمه هو يسولف الحين يقول في واحد كل ما دخل مجلس أو سولف مع أحد يقطع السوالف ولا يرد السلام وعليه كبر نفس ويعني شايف النفس قال أنا بعدل من هالشي ذا أو انصح واحد قال لازم تروح للحكيم الفلاني هالحكيم هذا حكيم عرف حكيم كلام وحكيم علاج ويروح طال عمرك قال بروح أشوف ويروح الحكيم ذا هالعرف حكيم عرف قال ابي طال عمرك قال يا شيخ انا جيتك وعندي هالشيء ذا ابي يعني انا فيني هالشيء وهالشيء ذا ابيك تعالجني وش علاجي كان باب يا ابو مشبب قال وش علاجي قال رح يا تركي تركي اسلم اسلم سكر الباب يا ولد قال رح طال عمرك دور لك واحد انخبل وانتظره لين ما ينجح دم بلا تكسر الباب ويشطف دمه زين يعني ينجر حده واذا صب دم روح وشم دمه شم الدم دم الخبل ده ويدور طال عمرك بالديره ما حصل واحد الخبل قال بروح الديره الثانيه الفلانيه ظاهر خليه يجي قريه هنا اي بعلم ويروح طال عمرك الديره الفلانيه يوم روح الديره الفلانيه غريبه عاد كم عام اسمعني اي لا يوم روح الديره الفلانيه ويحصل هاك الشايب طال عمرك والسلام والسلام اقول لي يحصل هاك الشايب يلعب مع له غداء اي ويراعيه انتظر والله هم ذا خبل هذا اللي انا ادور ويلعب يلعب مخذه شوي ويجلس ينتظره يعني غزه بعد ذا خبي وهذا الرجال ذا اللي يلعب مع الغداء استغرب منك وش ابيها ويروح يسال قال ايش عندك؟ قال والله انتظرك قال شو تنتظرني ليش؟ لا اله الا الله الصفا قال انت خبل وحكيم قال يعني انا بعلاج ابي دم انتظرك اي قال وش وش الاخ هذا طلع يعني سكر سكر الباب اي قال الله سكر الباب يا ولد حسن قال هو والله الخمور عندك ذا هو يقول حاك الله يا شيخ يا رب انها تدب الريح على خير الله ثمامي الله يا رب اسلم خلص كم طال عمرك وهي قال الشايب ذا استغرب منه قل اسمه قال طال عمرك خليه يكمل والله والله نخبولك الخباله اصبر في اخبار في اخبار حصلنا اخبار ثانيه انت والله محترم شديد لك والله وقت سالفتك ما صح والله انت تتطور يا خلي كمل لا لا خلاص لا كمل كمل سلطان هذا والله العظيم انا والله اني متحمس معها بس كله عشان حاط قال عاد هذا والله اني ما سولف ترى والله تكمل اسمع والله اني اقول والله تكمل الرجاء يا تسمع حتي ولا قل خلاص واسكت والله اقول سلطان سلطان حبيبي خلاص خلاص اقطع اسلم لا ما اسلم انا اذا تكلمت تسمع اسلم يلا خلاص اسلم ولا لا يا نواف ابشر وعليك على ظهر على ظهر على ظهر كيف على ظهر سالفه كيف على ظهر سالفه على ظهر سالفه اليوم تكلم عنها العصر هذه الكلمه ما عاد ابغى نسمعها طيب اقرا ظهر السالفه اللي عنده
فيه أنا أضرار. طالبك خليني سالفته فيه أضرار. أنا ما أعرف شيء. السالفة أسولف عن شخصية ها شخصية قوية كلها مواصفات راكبتنا عليك. تعال يا ابو سعيد تعال من سلطان سلطان كل الفارس اللي مع قدر ضغط لا 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 شخصيه فارس نواف راكبتنا عليك متعب يحتاج الشم والله متحمل الشخصيه راكبتنا على نواف يا ولد بالضبط تصدق تعال تعال نواف يا رجال تكلم عن شخصيه راكبتنا عليك جاء عند ابو غداء اي جاء عنده قال اسمع قال ايش عندك يعني تنتظرني من اليوم انا قال والله انا موصى وعلاجي عندك قال علاجك عندي قال لي نعم قال انا ادور لي واحده الخبل وحصلته الخبل ذا طال عمرك يقول على واضح النقا انا من اليوم انتظرك يقرا كذا على طول قال انتظرك من يوم تنجل حيدك ولا شيء وبيشم دمك قال من اللي مرسل قال الحكيم الفلاني قال ذاك مرسل قال لي ما الحكيم اكيد انه حاتم اسمعني طال عمرك بالله لا تقاطع والله ايه ما اقبها لحالي لان انا نواف نواف تكفى ما هي لك تكفى خليني انت بهلك والله انسانك مثاليه اقول كم بسني اي قال والله العظيم طال عمرك هذولا اللي يلعب معهم عيالي سلام ولكن طال عمرك هالخبل ذا اللي تدور عنه روح دوره هو اللي قطع سوالف طال عمرك قال هو كان يقبل بسرعه هو اللي قطع سوالف طال كمل لا هو يوم راح هي السالفه كلها والله من جهه كمل هذه قطع سوالف وجهك جميل 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 جدا والله صدقيه سالفه صدقيه بس انا ركبتها علي عشان تسمعون بس هو السالفه سلطان والله عندك مشكلتين المشكله الاولى انا كنت تكفيل السالفه انا اللي اقول لك وعندك مشكله تمت هذولا سلطان والله سلطان هذولا وهذولا لا امون امون بس رجال بيعلق بيعلق بس طيب انا طالب كومنت انا طالب كرجال بيعلق خلص هذا ابغى اقول سالفه قولوا لا اله الا الله يا عيال موضوع اللي مشي الله 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 يا جماعه ولا يفرق لا يا الموضوع احباب انا ما اسوي انا ما بعطيك مثال بس دقيقه نحن اليوم عطي قصيدة قصيدة نحن اليوم الأخبار كثرت لا والله يا عيال نحن يعني وش أقول لك أخوان وأكثر والله أني أتكلم كمستري يا قلناها بجوز هناك أشكل من كمستري شاهد الموضوع أنا صحيت أنا جتني صدمة نفسية الصدق اليوم لقيت عايض وحسين يغنون الظهر وخلاص تأديت جدا وبرايم وأبو علي الله يوفقه نبغى تتكلمون بهدوء عن مواقف حصلت معكم لان احنا توقفتنا عشان ندورها ترى هذه ندورها من اليوم يا اخي انا مسكت سالفه هذه عشان تفهموا ما ريت ذبحتوني خلاص يا الله يجزاك خير بعلمك حاجه بس حبيبي انا بغيت صدق يعني اذا في سالفه يعني مثل اول جبنا الموضوع كل واحد تكلم عنه فالقهوه وهوشه ومدري وش فشوف لب الموضوع وجيب سالفه نفسه طيب لا ايش ايش سالفتكم بيض يا رجال جاء تركي وقعدت تقول حبيبي يا شيخ موجود اذا حضر الشيخ جاء قلت لي امسي وجاد يا سلطان الموضوع عندي عاد الله طفح الكيل في القدر مع الاثنين اللي امس نواف مع انهم يعزوا علي جدا لكن نبدا الشاهد في الموضوع اذا في قدر نواف حوار هنا هم يقولون ماسكين سؤال والله العظيم ما في احد سالف الا من شوف مليون تقطيع يا قطاج الاجزاء احنا تونا كنا والله مثلاً في احسن سوالف خلونا اسرع والله لو سمعت تعرفهم تموت انا والله بغيت اعطيهم محور يدور عليه كلام محورك محور دفاع يعني محور والله كثر شط عليه لكن اشبه مع المضغوط هو عبد يا ابو عثمان انا بدايلك اسلم اسلم يا شيخ احنا تو طالعين من صدمه والله اني صادق هذه اثر الصدمه والله اثر الصدمه قسم بالله اثر الصدمه والله اني ادري ان كل واحد منكم انه يعز الرجال طالع من صدمه واحده احنا طالعين من صدمتين اللي هي لا خلوا نفتح الرجال كشف عن راسك قبل شوي لا شوف من ناحيه حلاقه متعب ثايب ممكن هي اللي تخفف الصدمه علي بس خففت الصدمه شوف معنا وقت محدود معنا وقت هو راح يعني خلونا نطلع من جو الكآبه شوي لان والله العظيم ترى راح نصدر الكآبه حتى على اللي يتابعنا عندنا حزن مكتئبين خذنا بقل ساعة صح بعدين صعدنا نكتئب الحالنا عادي أمس متعب ثائب لقيت روح أسرع يلا مدري شو حددك المكينة ولا كيف؟
الحلاق وش تبي حلاق؟ ركب طاقيه، هو ركب طاقيه كذا. عندي موضوع يا شيخ ابي الكلام هو عشان موقف موقف اثر. ايوه حصلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. بقول لكم اياها من المواقف المؤثره فيني انا. تحطها بين زردمي. لا لا ما بتكلم صدق والله، والله نتكلم صدق يعني. كم عمرك تمزح معي؟ دقيقة أنا أطالب صوت البن. دقيقة 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 أنا أبغى صوت. دقيقة دقيقة قرية. دقيقة دقيقة أما أنت حطه بقدر البارح أما طلعوا ليش بالحلقة؟ أما تبت 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 حبيبي حبيبي دقيقة حبيبي لي برتقالي لي سباكة لي برتقالي شيخ القرية شيخ القرية ليه 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 أبو فمين ليه؟ دقيقة دقيقة ورد أنا أقول لك حتى معلق المشية متغيرة يا شيخ القرية. نبغى لنا لي سباكة برتقالي طال عمرك. ليه؟ الرجال اللي أكثر من مرة ومدى صلى على محمد. أول محمد عشان الريلاكس عشان يعم الريلاكس. إذا ما كان أبو عثمان إذا ما كان يجيب العصا المستوى أكثر واحد بينجي. يا عيال أنا ما تقد جلست معكم حتى ما تقد قطعت سوالي. لا والله 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 أنا ما تقد قطعت سوالي. أنا 66 يوم ما قد سولفت معك مشكلة. ما قد أنا موصل 60 قبل شوي قطع سوالفتي قطعها لين قبل سوالفتي سوالفتي يا سلطان الله يرضى عليك متى قطعتها فيش؟ أنا جاي أتكلم والله كنا بنستفيد مع احترامي لكم. أرفع قضية على متعب تاي قل ليش صارت سالفة جو صارت سالفة. اسمع اسمع أبو سعد أبو سعد دقيقة المشكلة أنك أنت يا نور العين تقول والله تعترض. شوف هذا هذه أحلى ما في ما في أبو عثمان يقر ما عنده مشكلة. كيف يقر؟ يقر حتى لو المشكلة أخوان 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 والله أن يقر. قدر الضغط اشتغل قدر الضغط اشتغل تكفون. دقيقة دقيقة شوف أبو عثمان أنا أسلم أسلم وبقول لك حاجة. شو قلت؟ هذا قدر الضغطني بالمعركة بالله فك الصفين عليك يا رب يا رب يا رب صلوا علي يا رب يا احبابي الله يطول لي بعمرك الله يجمعنا بكم على خير دائما وابدا. لاحظت حاجه احنا كمستري ذا لنا 50 يوم اول مره بس جلسه احنا العدد ذا الشاهد في الموضوع نبغى نفتح كلام جميل بس صرف عرفت نبغى كل يعني يذكر موقف انسى الكلام لا 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 انسى الكلام في الحياه كلام ما ابغى موقف في الحياه كذا بهدوء موقف صار عليه مثلا في الابتدائيه مثلا يعني في المرحله هذا عشان بعدين ندرج لما تكون حلو الذكرى يعني ولد الشجاع عده زي يعني زي كذا يعني تسمعني بعطيك موقف حزين طب رجع الموقف انقطع نبدا نبدا بالشيخ تفضل ايوه بس انا ابغى احدد لكم الكنترول تعجبني والله تعجبني والله انك حكيم العلم وما فيه اني طول حياتي هنا في الرياض صدق والله دراسه وحياه حتى وظيفه وظيفه اخذت فيها سنتين هنا في الرياض وراد الله ان يجيني عمل جديد وعرض جديد في احد المستشفيات اللي في خميس مشيط ورحت جربت العرض شفت كيف ما رد الله اي ما رد انا اكتمل هذا انا اقول لك الوقت محدود واحاول عندك ايوه بندر قم امر قهوه شاهي كرك اي شيء ازين منها اي وحده بس كرك يا قهوة يا شاهي لا يا كرك شاهي يلا بس تخفى عجل عجل ابشر بيض الله وجهك انتظرك ها خلاص انت انت ها كنت قبلت وظيفة عرض وظيفة تجربة اداء لا ما في تجربة اداء فيدوا صوته بدر وانت تغني قلت فيدوا صوته عشان ما يجي في السالفة انت تروح نور هنا نور نور 24 بعد والله العظيم شعرت لي قالت كذا شعرته لا لا عادي شوف ذيك شوف ذيك على جدار قصر تفضل قرب قرب والله يا رب انا بختصر السالفه بس ما هاي هاي تجي اصلا المهم اني طول حياتي هنا زي ما قلت لكم دراسه وظيفه وكل شيء الا رد الله انه يجيني عرض جديد في خارج الرياض طبعا اهلي هنا كلهم وكذا والحياه كلها هنا انت الحين ساكن بالرياض مستقر بالرياض اي استقرالي في الرياض المهم اني جاء ذاك اليوم اللحظة اللي أنا أمشي خلاص خش لميت أغراضي نفس لما أغراضي أنا جايكم هنا اللي شيل العفش كله الله المهم إن الموضوع عادي لين جت لحظة التوديع ذي واصل يا شيخ القرية لا مشتتات الطريق هذه لا لا مش
المهم اني ودعت اخواني وذا، بقى امي وابوي، ودعت امي وطبعا طبيعه الام انها تبكي يعني حنونها اكثر يعني. لكن الرجل دائما يكون هو طبيعه الاب انه يكون شوي يعني. اجي عند ابوي لو والله انه اليوم هلها ابوي تكفى. انا ما انا انا عرفت اللي انا صدق صدق انا تراني بس من هلا رابط الجاش. لا لا انا جدا جدا انا حجر في المواقف الصعبه. واضح اكون 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 ثابت 100% واضح. اخفي ما اخفيكم لقيت لحالي هذا بس ارجع للبث قبل ساعه بس اصلا ابشع احمد اسلم. المهم اني يوم شفت ابوي طلعت دمعته هنا انا انكسرت. هنا انا كرهت ام النقله كامله. كان الموضوع عادي انا اسافر دائم واروح دائم يعني الله اكبر والله بتوظف هناك بجيهم كل شهر مره ولا كل شهرين انزل لهم نزله كويس يعني محترمه يعني محترمه فيها خمس ايام ست ايام. هم شفته لا والله امسك الطريق وانا اول مره جلست ساعتين كذا. اي اعرفها والله والله مره ولا كلمه ولا حرف. الان تاقلمت اللهم لك الحمد وتاقلم حتى هم سمعة الوالد يعني ايه فرقت معاك كذي. اي والله اي والله اي والله ايش الا دمعه ايش معلش قولها بس الشطر ذا بس بس الشطر ذا دمعه ايش تحرقه مالك قولها دمعه الرجال مثل اغلى الجناب. ايش ايش دمعه الرجال مثل اغلى الجناب. يا سلام الله. وانا ابو سعيد ها انا استسلفتك ذي والله ما اقول انا تشابه كذا لكن نفس الموقف ذا مر علي. أنا طول العمر زي ما أنتم عارفين والقصير. بسم الله الرحمن الرحيم. قدمت على وظائف كثير. حتى كان المحيط اللي حولي أخوياي يعني خوالي أخوياي كذا أهلي قدم قدم. فأنا الحمد لله شهادتي كويسة والسي في حقي كويس وعندي دورات وكل شيء. أجي الرياض أقدم حلو؟ وتجيني رسالة تعلم أن تم قبولك وكذا. مجرد ان يجي عند ابوي اقول له ترى قال وين راك؟ ترى جاي قبول مبدئي. اقرب عيونه يعني زي ما يقول الله يوفقك بس بينه وبين نفسه يقول يعني زي ما تقول لا ما وده ما وده يا اخر شيء جاني ابوي صرح لي بكلمه الصراحه بيني وبينكم. جاني قال لي قلت انا ابشرك اني جاني قبول باحد المستشفيات هنا بالرياض قبل كنت جاني جتني وظيفه كذا بالرياض وبروح وراتبها كويس والامور تمام وكل شيء حتى طريقه الدوام كويسه. سويت عنده مقابله بالرياض. المهم قال لي كلمه قال لي يا حاتم يعني زي ما انتم عارفين امي رحمه توفيه وانا اكبر اخواني الله يغفر له. قال لي يا حاتم انا اخوي خالد موظف بالرياض حلو قطاع عسكري ما في الا بعد انا اكبر اخواني خالد وبعد موجود مصعب يمكن بعد اصغر منه مصعب هذا يمكن توي يدخل الكليه. اول ما رحت قال لي يا حاتم كذا مسكني قال لي كلمه لي والله هزتني قال دامني حي خلك الله يا قوة يا قوة يا حاتم دامني حي خلك الله اكبر الله اكبر. اخوي اصغر مني خلص من الثانوي يتقدم على القطاع العسكري يتوظف بالرياض بس انا مع ابوي كثير وقدمت على وظائف قدمت على وظائف جتني وظيفه زي ما قلت لكم بالرياض. اول ما جيت كلمت قلت يا ابوي لا يكون عندي الو لا عندي اموري زين لا والله اعطني مايك اي شل كنترول دقيقه ما في خلاص عادي عادي عندي من الاجهزه عندي من البطاريات لا شغال عندي اقول لك طول عمرك لا لا اسمع خلاص هو والله يا ابو نادر عيني فلا هلك عشك لا بشك كسور تفضل ها وتلومه من شوي انت ليش تسويها اقول لك طول عمر السلامه اعطى البطاريه اقول لك يا ابو نادر الربع قدمت على وظائف كثير 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 فسبحان الله الرزق ما ادري وين يجيك. جاتني وظيفه انا بالرياض وش وبقطاع الصحي فجيت الوالد قلت ترى جاتني وظيفه ورحت انا سويت مقابله ما اعطيت خبر عن المقابله سويت مقابله قلت ترى جبشك جاتني وظيفه اعطاني النظره ان تعرفت انا قرات بعيون انه ما ودي انك تروح وارجع له قلت يبقى اروح ولا ما اروح والله اللي مسكني كذا قال لي حاتم دامني حي خليك عندي
وكذا وقال بعد قال امت انا قلت له قال لا هذا خذ راحتك بس الحين انا ودي يعني بشوفك خليك عندي ما طول في عمرك اللهم الله يطول بعمره الله يطول بعمره نواف خلاص رجع والله قال لك المذية قلت والله لو تجي وظيفه راتبها وش ما يكون لو راتبها فلكي والله ما طلع الله يبيض وجهك وكان كثير يجيني يقول راح قدم بالرياض راح في اخويا يقدموا ناس نفس تخصصي زملائي كذا قدموا ونقبلوا بالرياض قلت مستحيل اطلب وقعد فريت بكذا مكان عاد بالقصيم ولا جت وقلت سبق يمكن بايام الصدقه فقدمت على اكثر من وظيفه ما جاني شيء والله يا الربع اني مزدح بفراشي يقول جيك رزق كنت نايم والله اني مزدح بفراشي جاني اتصال تمام الو فلان اخبارك طيب قال في فلان يعرف فلان ذاك مسوي معه معروف وكذا قال تعرف علاج طبيعي كذا الدائره تسلسلت طق وين وظفوني بالاتحاد السعودي كره القدم تستاهل كل اخصائي اصابات رياضيه ملاعب انا اتمنى انك تعوضني في السلك الحين لان اخذ من وقتي وايد اقول لك طبعا رجعتني وظيفه طول عمر باذي وبعدها انتقلت من هذه كنت معهم وقعدت تجي في مبارياتي وجاني طول عمر زي ما تعرفون بريد انا جاني نادي الرايد السعودي استقطبني عندهم كنت مع نادي الرايد وبعدين طلعت من نادي الرايد ومن نادي الرايد كذا استقطبني رحت مركز علاج طبيعي قعدت فيه عجت الجوهره وقصتي مع الجوهره وهذه فسبحان الله اقول لك الرزق من بعد الله برضا والديك صح زي ما طراها ابو سعيد والله ذكرتني بسافي والله ما طيب خلاص ركبتي اشغلت ركبتي في حياتها خلاص خلاص اسلم عنده اكتئاب انت ما تعرف تكفل سالفه وذا ما يعرف يكفل سالفه قام يسوق ركبتي خلاص تفضل يا بنية تفضل حق الماراثون نعاني من ذا الشيء والله شوف انا في بعد شفتي في موقف اثر علي بشكل ما حد يتصوره يعني الموقف كان ما هو بسيط بس كان يعني صغير بس صعب الموضوع وشو عميق اي اختي الصغيره اخذت امي مره معاها للسوق في الشتاء وكانت توها لاعبه في المويه وطلعت مع امي وراحت يوم طلعت في الهواء تعبت وداهم اخوي للسوق قال خلاص اذا خلصتوا يجيبكم فيصل اي راح من وراه المهم يوم دخل السوق اخذوا كذا ربع ساعة كذا تعبت البنت من البرد تعبت تعب قوي انصرعت في السوق المهم امي اتصلت علي تعالنا بسرعة جيتهم لقيتهم شلنا على اسعاف ومودينها للمستشفى قالت تعال عند المستشفى الفلاني احنا موجودين عنده رحت للمستشفى امي مكلمها أبوي الله يطول في عمره وعمرها الله يطول بعمرها الجميع و يعني قاعد أسألها ليش وليش صار كذا وليش تأخذين البنت وهي توها طالعة من الماء وليش إيه فمشت الموضوع اتصلت عليها جدتي ليش أخذت البنت وهي توها طالعة إيه بدأوا يضغطون عليها ضغط 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 بالكلام ومن فوق ما هي مضغوطة من البنت وخايفة عليها وإيه تراكمت عليها الضغوطات الله يا أخي يجزي أمهاتنا وأمهاتنا تراكمت عليها الضغوطات بشكل ما تتصور المهم دخلت أنا المستشفى على طول الطوارئ علمتني بالغرفة دخلت عليهم في الغرفة أول ما دخلت أنت طبيعي داخل المستشفى بديهيا بتسأل وش فيه وش صار بالضبط إيه يا أخي تعرف كيف كأنك صبيت على نار بنزين أول ما سألت وش فيه عدي يعني أمي تمون علي ومن حقها ولا لي لا فضل ولا منه صبت الانفجار كله فيني أنا قعدت تبكي 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 وأنت فيك وأنت ما فيك وأنت اللي يخطيك وليش تسأل وتحملون المسؤولية وكلكم تقولون السبب أنا ما رديت دريت أنها من ضغطة شوي خليتها تضفض جلست حب راسها حب يدينها حب راسها حب يدينها لكم إيه ما حتى ما تكلمت ما قلت هدي اعصابك ولا قلت ولا اي شيء بس حب راسها وحب يدينها قلت خلها بالعربي اي شخص انا حاليا لو اشوف اي شخص مضغوط يبكي ولا اي شيء صح يمكن حاتم ولا راح معي العلي سحبت حاتم قلت خل علي يفضفض باللي خاطره كله اي والله اي شخص تشوفوني يبكي مو لكم الكلام لاي شخص شوف شخص يبكي ادري انه مضغوط خله انا على طبيعتي مو اني ما ابكي بس اني احاول اخفي دمعتي لين اصير الحالي اذا صرت الحالي
افضفض اللي في صدري كله. المهم الاختصار في الموضوع سلام. يوم غلقت فضفضه غلقت فضفضه وارتاحت خليتها وطلعت خليتها عند اختي وطلعت تطمن على اختي ما فيها شيء بس داخلها برد ايه طلعت قعدت برا لين خلصت غدايه اختي يوم خلصت غدايه اختي تدق علي قالت انت وينك يلا تعال قلت ابشر ونج والله يا ريجي يا الموقف اللي خلاني شوف هي بكت عندي وهاوشتني وصبت غضبها كله علي والله العظيم ما نزلت دمعتي بس تدري وش الموقف اللي نزل دمعتي اول ما دخلت عليها في الغرفه هي تخم يدي وهي تحب عليها والله يا ريجي ما قدرت امسك دمعتي لحظه واحده لحظه اول ما حبت يدي انفجرت خلاص انا هنا وصلت المرحله ما عاد اقدر اتحمل ولا لحظه واحده هي تحسبوش انفجاري من انها يعني هاوشتني تحسب انها ضغطت علي انا اسباب كله بس من من الموقف شوف اللي صار كله اثر علي تاثير العدد يكفي قوي قوي دحام العدد يكفي ولا الروح على خير والحمد لله العدد يكفي اللي هناك ولا الروح الله يا اخي يكسبك برها ويطول بعمرها انا في حديث او قول في الاثر قول في الاثر انه يمكن حديث عن رسول الله اعلم يعني انه ورد عن علي بن ابي طالب وهو اللي قال انك دائم يا ابن ادم سل الله العافيه سل الله العافيه وقفت قلت يا رب سل الله من واسع فضل الخير والرزق ترى من عافاه الله اغناه من عافاه الله اغناه الله يحفظ لنا ولكم من نحب نزلنا مره السوق أنا والوالدة أخوي راض وأختي المهم أنا عند الباب أنتظرهم وجايين راضي أسلم المجال لكم يا حبيبي قل بالسالفة خلاص المن بغي يسولف عادي عادي ها ضحكت عشان الله يسعدك المهم الله يحفظ لنا ولكم من نحب ويرزقنا وياكم بر والدينا اللهم ويكفينا وياكم الدنيا هذه السالفه وش هي يا ابو السالفه بعد المجال اسلم مجال مفتوح ما عندي اسلم يا رجال والله ما عندي شيء والله ما عندي شيء هو نادر ما عندي شيء بس معها والله جاني فضول هلا يا ابو جاي على خش ماجد عندك ماجد لا والله ما يسلم عط 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 ماجد وش هو عندي انا عندي عندي حجارة عندك ايش بك يا حبيبي ما عنده حجارة خذها المهم قصة مشابهة لقصة ابو نياف قدر الوالدة والوالدين والاخوان الصغار ترى ذكر الله والتحصين دائما بعد الله سبحانه وتعالى المهم أنا والله عند الباب راضي أنا في الشارع الرئيسي وفي شارع فرعي والسوق شارع فرعي ما فيه مترين راضي يوم شاف السيارة الله يحفظها يا المسلمين قطع يوم قطع السيارة ودق البوري أنا عرفت كذا جاني فاصل المهم تلقاها أنا والوالدة سوا المهم الحمد لله وسلم ركبنا المهم عاد وخفت على الولد بغت تقول شو السيارة الله بعدين يقول يا أمي في صوت الله أكبر في صوت الطفل ما يكذب في صوت يا أمي من السماء قال لي في سيارة سبحانه في صوت من السماء من فوق من السماء قال لي في سيارة أو انتبه أو يا راضي كذا والله الله يطول بعمره ويخليه والله أننا دائم نحصنهم ودائم نحصنكم ودائم ورمك ندعي لكم ودائم فالله يحفظ لنا ولكم الأذكار والله يحفظ لنا ولكم من نحب الله يشوف من أكبر واحد يجيكم في العائلة أنا في العائلة
عندي اخت اكبر مني بس. هذا حام. وش اكبر واحد بالجلسه ولا في العائله؟ انا بالعائله وبالمال. اي على بالجلسه. لا انا اكبر واحد. في العائله. ايش قصدك الحين شيبان؟ ايش قصده يا هاك؟ ايش قصده يا ابو عثمان؟ انا شباب ترى. والله انك شايب من الشيبان. هو يصبر كل ما جاء. شوف انا انا يوم دخلت النسخه صدق واشوف من الشيبان اللي في النسخه. والله ما لا والله انهم قريبين من بعض. ترى ما في احد بالثلاثين الثلاثين لا انا اذكر حمد. اذكر نسخ إيه النسخ اللي قبل يا اخي 40 في 40 38 احنا الحين ما في احد اكبر واحد كان في النسخه الله يذكره بالخير ابو عويد ابو عويد حمد حتى حمد بينه سنه اتوقع سنه ونص كذا ما كبير إيه؟ كم عمر حمد؟ حمد 29 الحين من اكبر واحد بالنسخه لا 29 اي حولها والله عند النسخه انت انت نمونيه نمونيه ولا يا ناس في موضوع دائم في موضوع دائم افتحه مع ابو سعيد 28 ترى كذا انا ارتاح انبسط اتكلم فيه هاشم حاتم هاشم شوف والله العظيم دائم كل ما على انفراد افتح مع هذا الموضوع من هو؟ شيخ القريه عرفته؟ ايش هو؟ قله قله عادي عادي قول اول ما تقابلنا ابو سعيد وتبادل البغض بالنظرات تبادل بغض كراهيه حسد ايوه عرفت الى ان يعني وفق الله وصلنا وانت شيخ قريه الان سبحان الله ترى من شفته انا بدي احس اني شايفه قبل ما ادري وين لا لا خليه يعلمك اول ما شاف انا قلت ممثل شفته مرتين صدق يا انا قلت يا انه ممثل يا انه اخي شايف مسلسل ما ادري كذا احس ان وجهه كذا يعني سبحان الله اول ما قابلت معكم عند بيت شو اسمه ايه عند بيت ال ايه الله الله عند المسجد خابر يوم جانا هو ماجد بن نادر وانت هو ماجد احنا تونا مخلصين انا محمد اليابسي وانت ما اعرفهم احسبهم اثنين ذاك اليوم احسبهم العمال اللي هنا سلمت سلمت عندك انا والله ما ادري لا ايش السؤال ايش السؤال انا اول ما شفتك انت والله اني كنت اتغدى بالبيت ايه انا جالس اتغدى كذا يا رب ما ينقبل يا رب لا لا انا ما تابعت قبل كان قبل الحلم لا حطين احنا تلفزيون تعرف كنا ماراثون احنا سلمت حطين شفتني في التلفزيون في ذمتك انت تتكلم طب اسمع في ذمتك بس هو شافني في التلفزيون متاكد اكبر شيء انسان طب انا وين انا ما تابعت قبل في دمار اول ما شفتني وين يا ابو حصه لازم تتجاوز بعضها ايه ما كنت ما إيه إيه مسوي فيها مرة ثانية إيه إنساها لازم أيام الجاهلية أنا أقول لا أقول يوم أنا أقول يوم يوم كنت بالبيت هو يقول أنسى يقول يوم كنت بالبيت بالبيت شو تابع يوم كنا بالبيت قبل ما نروح ماراثون نشوف على التلفزيون يوم كنا خلصنا ماراثون يعني ماراثون إيش الحين نشوف مين بيصير معنا على طالهم ماراثون إيش ذا عليه قبل غزوة أحد اي والله ليش ليه بالله اكثر شخص مشخصنا حق ماراثون انت لا ما انا شخص مع كلمه يوم كنا انا اقول يوم كنا يوم كنا يا اريحك اريحكم حق ما قبل الحلم اريحكم كي انتقم لكم انتقام واحده بس عشان هذا ماراثونيين انا طفشان منهم انا ذيك الايام انا في عذب الاصوات وهو وياه في الفسحه تو بس على المدرسه عذب الاصوات داخله بس صوت كلام الحال كلام الشايب ها حاتم هذا بس صوت كان عمري وقتها 6 سنوات يا رجال راحت راحت الدنيا يعني طول مرحبا يا شباب هلا هلا تسمعون اللي في الهاوس ايه انا مسيكم بالخير جميع مرحبا طبعا في حاجه لي كم يوم ودي اسويها ادنا بس نسوي في نبضنا احنا يقولون لي ما يتحسن يا عيال من اليوم مقهى برجع هرج وكان يقول لي فيها قبل ما يطلع اخونا هرج الحال بس هرج اسمعوا كلكم من اليوم يا ود مقاطعه الحاجه هذه ما درى عنها الا الاشخاص اللي معي يعاونوني فيها الله يعافيهم ولا يهينهم وانا وعيد بالله من كلمتنا كنت قلت الحاجه هذه بسميها خيمه ابو وليد الله يرحمه حياكم الله يا الربع اقلطوا الله يحييكم اقلطوا بيض الله وجهك ابيض اقلطوا يا الربع وجهك ابيض ما قصرتوا لا انتم الله يعافيكم يرحم والديكم ارحب وارحب يا هلا ومية هلا الله حي يا مرحب يا مرحب يا مرحب ارحب وارحب لولا لبس حسن جيت لبس عقديه يا مرحب والله يا مرحب ايوه هذا درس الزاد ايوه العين مبروك
مبروك مبروك. شو ولا جاب يقول صوت انتم مع بعض جلسه ما شاء الله. من اللي بيخاف؟ الله اكبر. خلاص مع الاجواء ايش تسوي؟ ما يبي لها الا كذا. بارك فيك طال عمرك. شوف الرجال يقول شاي وكرك مدري ايش. والله مبروك 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 يا بعد راسك. وين متحصل؟ تحصل عبد الله. مرحبا يا هلا. لا شفنا على قطع السؤال اول. اعذرني والله. حي والله في العيد. سن تعال هنا يا شيخ باذن الله. يا شيخ حاجتين باقي لوحة ذكر شعر وباقي يا شيخ الهنود الحمر بنكتبها باذن الله. ايوه اهم شيء. مرحبا يا مرحبا يا حي والله تجي والله. اهم شيء حاجه واحده والله. خلاص على شعرك. يلا بندر وين؟ روح ورا. لا لا مو برايح. الله يكفانا ان شاء الله. هذا بندر لا تروح ورا. ايه لا تروح ورا. ايه قاعدين نبنيها مره بعين الله يعافيها. لا والله لا والله لا والله ابي اجي هنا انحلبك بس. نعم ارحب. مبروك تستاهل. بارك فيك يا بعد راسك طول عمرك. لا والله ابيك تجي هنا. قول كلمه. والله تقول كلمه. والله تقول كلمه. والله تجي. لا والله والله انت فوق. اجلس يا رب اجلس اجلس. دحام 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 والله تجي. اجلس. شنو المراكب؟ شنو المراكب في النجد؟ شنو؟ شيل شيل المراكب. لا لا بضحك معك. اقرب اقرب اقرب. تجي بكلمة. ابشر ابشر ابشر. اقرب اقرب. اجلس 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 اجلس. يا فيصل بجيك والله بجيك. والله تجي اجلس. والله لا اجلس. والله لا اجلس. اجلس اجلس بضحك معك. اجلس يا رب. لا 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 والله انت جيت على خاطر اجلس اجلس اجلس. الله يحييكم يسلمك. طبعا في حاجتين ما سويناها. الحاجه الاولى اللي هي كلمه ابو وليد كنت ناوي اكتبها كتابه الله يرحمه ويغفر له ونعلقها لكن الوقت ضايقنا وشفتونا جيناكم على طول نبشرها بكره. عاونوني حتى الربع الله يعافيهم ويلهينهم واشكر فيصل بن هدلان الله يعافيه ويلهينه. مرتين ولا ثلاث؟ اي والله يستاهل. مرتين ولا ثلاث ويرسل عمال ولا الله كتب يقفون عند الباب ويرجعون ما انكتبت لان كان فيه فقرات وكذا وما كان بيننا تنسيق صح. واليوم ارسلهم الله يعافيهم زينوها والربع عاونوني عشان ما خلا لا منهم ولا منكم. الله يقويهم جميعا. لا والله بدا ابو عبد الرحمن باقي شيء ثاني. شنو؟ شيء ثاني باقي لوحة ذكر وشعر. هي وينها غدت ولا؟ لا نحط لك لوحة نسوي واحدة ثانية باذن الله. قالوا كاد ان الاجواء هذه ما يبي لها الا جلسة. الله اكبر. انا الاجواء هذه ما يبي لها الا جلسة مثل شبة فايد صوته. اهم شيء بندر لا تروح ورا. حلو ولا قوه. طيب دحده 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 بمن جاك صدر صل على النبي. بمن نواف 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 بمن دحده دحام جاء صدر ابو عبد الرحمن. ها والجلسه ذي كلنا جالسين مجتمعين عطنا طول العمر شيء بصوتك. اشرب السعد وش تبي؟ عطنا ذكر وشعر. لا لا عطني طربنا طربنا بصوتك. الله يا غناتي لا تحاسبني دمعي يوم سال ضيم ولا ضعف ولا كذا ولا كذا والله إني من رجال يضدون الرجال لكن الحظ الردي ساق دمعي كل به وانت جمعنا على العز والطاعة وانت فرقنا خجوج الله مطرد المقبل يا قفض اشراع مخبل الليل المقفين تباعي والنبن جد لنا من لا يعلاع كان في صدر الدوافين العب المنكوس وحب رباع ما
من منن فالوقت والوقت خداعي وذنه على كل سماع جاء فرق ما بعدها تجمعي وذنه على كل سماع جاء فرق ما بعدها تجمعي وبرد امجد بدن لا يعلى كان في صدره دوا بيت صناعي للمكسر وحفظ الرضاعة لما كان في صدره دوا بيت صناعي خلصت خلصت خلصت
مشاعر عندنا متلخبطة، أول يقولها أول أبو سيد، المشاعر عندنا إيروس متلخبطة، لكن حنا ما بين أي والله صدق احنا ما بين حزن وفرح. اول شيء طول عمر البرنامج ما بقى منه شيء خلص، وزي ما تقول الرجال امه تحتاجه الحين، وغير كذا امه تحتاجه وطلعت ذيم خيرت له، هو بيطلع ترى زي ما تقول فتره نقاهه وبيرجع، وهذا اللي مخففته على اي أيوة والله 10 ايام. ثاني شيء الواحد لحزن حزن حزن وفرح قرب السلامه الحزن يفصل ودن الهاشميه. لا والله انه يجي يا اخي يجي الشعور هذاك اللي فراشات إيه لا لا يجي الفرح تعين يعين للوناس الطراه ايوه صدق اي والله عدنات ما جاك يونس ولا المقصد والله ما هو ابن على الله يبيض وجهك احنا نضحك على مشاعرنا والله زد رصيدك جاي عيد الله.